قبل ما يكون عندنا محمد صلاح ومحمد النني والناس النجوم الكبار جدا بيتألقوا وبيرفعوا اسم مصر عاليا في اوروبا، كان عندنا نجوم كتير جدا جدا، وكانوا هم بالنسبه لنا في التوقيت ده هم محمد صلاح وهم محمد النني وهم احمد حجازي في التوقيت ده. نجم كبير جدا في الحقيقه بينورني وبيشرفني في الاستوديو، هو احد اللاعبين المميزين في تاريخ النادي الاهلي واللي حقق بطولات كتير جدا في مسيرته الكرويه سواء مع النادي الاهلي او مع منتخب مصر، وكمان خاض تجربه احترافيه كبيره جدا في المانيا مع فريق هانزا روستوك الالماني، اكيد كلنا متذكرين بشكل كبير جدا هذه التجربه، وعلامه مهمه ومميزه ناحيه اليمين بالتحديد في الكره المصريه. هو الكابتن ياسر رضوان. كابتن ياسر منورني ومشرفني، وكل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب يا امير، وانا سعيد ان انا موجود معاك. انا سعيد وبشكرك على المقدمه الجميله دي طبعا، وشهر كريم علينا جميعا يا رب. عامل ايه في رمضان؟ زي كل سنه. الامور ماشيه كويس الحمد لله. بمناسبه رمضان، كنت بتقضي رمضان ازاي في اوروبا في ظل ان انت اكيد كان بيبقى عندك مباريات مع فريقك في الدوري الالماني فريق هانزا روستوك؟ الامور كنت بتتعامل معاها ازاي، وازاي كانوا هم بيتعاملوا معاك كمان بخصوص الصيام بالتحديد في الفتره دي؟ والله مش هخبي عليك انا امير، الموضوع كان صعب جدا في الاول. صعب لان انا يمكن اول رمضان جه عليا في 96 كنا فتره اعداد، وكنا بنعملها في النمسا، كنا بنتمرن 3 فترات في اليوم. يمكن الفتره الثالثه دي 3 فترات في اليوم كنت بفطر بعديها يعني كمان مش قبليها. كان اول تمرينه دي كانت بتعتبر تزحلق على الجليد كده بس بكيلوهات يعني. الثانيه كانت بتبقى مثلا في جري، الثالثه بتبقى في جيم كده يعني. كان الموضوع صعب بالنسبه لي جدا في اخر، يمكن في بعض التمرينات بيتها كنت بدوخ فيها. اكيد ده طبيعي يعني، لان طبعا ما فيش لا شرب ولا بتاع. هم طبعا بالنسبه لهم الموضوع غريب جدا ومش مستوعب، يعني مش مستوعب حتى انك ما بتشربش ميه. يعني انت بقول لك ايه، اشرب ميه. مصر على الصيام. وانت مصر، وهو كمان في علامه تعجب كبيره جدا على 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 وشهم ان هم طب يشربوا ميه، طب ليه بس ما بدانا نخش في حوارات، وبدات اشرح يعني رمضان ايه وبنعمل ايه فيه وعشان ايه بنصوم والحاجات دي. الناس بدات تحترمك يعني، بدات علامات التعجب دي تتقابل باحترام شديد جدا. بداوا يبقوا مبسوطين انك ويفتخروا ان احنا عندنا لعيب صايم وبيتمرن وبيلعب ماتشات ومستواه ثابت وي. فبصراحه كان في الاول صعبه، لكن بعد كده الموضوع بقى كويس يعني. قعدت كام سنه في هانزا روستوك؟ 6 مواسم. 6 سنوات. هانزا روستوك بس؟ هانزا روستوك بس. كابتن محمد عمارك كان كام سنه؟ 3 ونص. انت الاول رحت قبليه؟ وكان عامل ايه في رمضان هو كمان؟ لا عمرها متعه. طبعا نجم كبير جدا تحياتنا اكيد للكابتن الكبير كابتن محمد عماره يعني بكل تاكيد. طيب بطوله الدوري، وهو ده الملف الاهم والابرز على الساحه الرياضيه المصريه حاليا، وقبل طبعا انطلاق بطوله الامم الافريقيه، وبالتحديد عايز اتكلم عن مسيره النادي الاهلي في بطوله الدوري وما تبقى لي من مباريات في هذه البطوله وفرص الفريق في التتويج باللقب من وجهه نظرك. بص، هو طبعا الدوري السنه دي كان صعب جدا. وفي حاله غريبه، في مجموعه بتنافس فوق ومجموعه بتنافس تحت، لكن المنافسه اللي تحت هي اللي يمكن عددها اكبر، عدد المنافسين كتير. يعني لحد الان لسه ما تحددش مثلا الثالث اللي هيهبط. لكن المنافسه كانت فوق، كانت محسومه بالنادي الاهلي والزمالك وبيراميدز. النادي الاهلي يمكن في الفتره الاولانيه مش هنقول بقى ان هو كان سوء اداء او كده، لا هو سوء حظ، سوء عدم توفيق. في بعض المباريات اتخبطنا كم خبطه في اول الموسم كده في بطوله افريقيا وبطوله افريقيا بعديها، خروجنا عملت حاله برضو حاله سيئه نفسيه للعيبه. كثره الاصابات امير في الفتره الاولانيه لا تزال موجوده. يمكن انا ما اعرفش لما مدير فني زي مستر لاسارت يجي طول الموسم عمره ما شاف القايمه كامله في الملعب معاه. دي حقيقه. ال 25 لاعب ما لناش دعوه بقى اللي هم اللي تحت السن او ال 97 اللي موجودين، لكن عمره ما تواجد معاه 25 لعيب سليم. فعلا. فدي برضو محيره جدا، صعب انك تثبت تشكيل، صعب انك ممكن تقول مين اللي هيلعب الماتش الجاي، لان انت مش عارف مين اللي هيبقى هيخرج سليم من المباراه ديت، ما تعرفش مين اللي هيتصاب خلال اليومين، ضغط المباريات في اول الموسم، كل الحاجات دي يمكن عملت صعوبات على النادي الاهلي في اول الموسم. لكن تدريجيا النادي الاهلي عدل مساره، رجع لوضعه الطبيعي بالنسبه لنا احنا كاهلاويه. بدا يرجع واحده واحده، كان عنده مباريات كتير جدا مؤجله قدر ان هو يتفوق فيها،
ودي تحسب للجهاز الفني اللي الموجود حاليا، لان في اوقات كتيره جدا كان بيلعب حوالي 8 ماتشات في الشهر. فعلا صح، اكثر حصل من مره يعني. حصل وقدر يعدي الفتره دي. يمكن ناس كتير تعلق احنا مش عايزين حته التدوير، هو مش بمزاج المدرب، هي كانت غصب عنه للظروف اللي كان موجود فيها الفرقه. لكن الحمد لله في الاخر احنا اول الدوري، متبقي لنا حوالي 3 مباريات ان شاء الله. اسماعيلي، مقاولين، زمالك، ماتشات صعبه ما فيش شك. الاسماعيلي فرقه كبيره، المقاولين طبعا نادي الزمالك المنافس الرئيسي بتاعك. لكن احنا ما بنبصش في الفتره دي برضو عشان الناس تبقى فاهمه، ما بنبصش على الاداء قوي اكتر ما بنبص على النتيجه. دي مهمه قوي النقطه دي يا كابتن ياسر. بعض ممكن يكون بيتكلم شويه على اداء النادي الاهلي، مش ده الاداء المنتظر، المدير الفني ومدرب مش عارف ايه وكلام من ده في فتره حاسمه وحساسه زي دي. هل شايف الكلام ده في مكانه او الكلام ده في وقته بالنسبه لفريق النادي الاهلي؟ لا، هو مش في وقته طبعا، لان انت في نهايه موسم او بعد موسم طويل وعصيب زي ما قلنا. كل اللي انت محتاجه انك ازاي تخرج بالثلاثه بونت بأقل الخسائر، لأن يعني أنت كل يوم بيقع لك ناس، فأنت بالتالي عايز تحافظ على الناس المتبقية معاك، فأنت ما بتحاولش تجهد اللعيبة قوي، لكن هو بيقدر يخلص مباراته الحمد لله. صحيح الأداء مش مقنع في ماتش إم بي الشوط الثاني، لكن معلش أنت كسبان 2-0 وبعد كده 2-1 تقريبا، الماتش خلص 2-1 على ما أعتقد يعني. مباراة مين بالظبط؟ إم بي لا 2-0 2-0 لأن ما كملش الماتش. أنت كسبت 1-0 سموحة بعد كده إم بي 2-0. ده المطلوب في الفترة الحالية، ان احنا يا جماعة مش عايزين نبص على الأداء، احنا نبص النتيجة في الآخر ايه. احنا يهمنا في الآخر ان احنا نبقى بطل الدوري، لان يعني صعب انك تخرج من الموسم ما فيش اي بطولات، ودي عمرها ما حصلت النادي الأهلي طبعا. فان شاء الله الفترة اللي جاية كالعادة احنا مساندين والجمهور مساند للفريق والجهاز الفني اللي موجود، على اساس ان احنا ناخد البطولة في الآخر ان شاء الله. وخصوصا ان بطولة الدوري هي البطولة المحببة محببة وفيها مشوار كبير جدا، يعني بيبقى عايزة نفس طويل جدا. هفكرك بحاجة امير، يمكن مستر مانويل جوزيه اول ما جاء خد بطولة افريقيا في الموسم الاول، خد بطولة افريقيا والسوبر. لكن خسر الدوري فعلا، ومشي ورجع بعد كده. هو خلاص فهم ان احنا جمهور النادي الاهلي او اداره النادي الاهلي، احنا اهم حاجه الدوري، عشان ده هيدخلك بطوله افريقيا، عشان بعد كده تلعب كاس عالم للانديه. دي اللي بتبقى اهم يعني. فانا اعتقد ان بطوله الدوري مهمه جدا بالنسبه لنا، وانا شايف ان الجهاز الفني شغال عليها كويس الفتره دي. صحيح ماتشاتنا صعبه الثلاثه المتبقيين، لكن مجرد انت ان شاء الله تكسب مباراتين خلاص الموضوع هيبقى قرب قوي يعني. مش بس احنا ما بنقولش كلام، لا ده هيبقى قرب لاسباب، اسباب ان انت معنويا خلاص فاضل لك خطوه وتاخد دوري. عامل نفسي بتضغط على المنافس ان هو برضو خلاص يعني، مجرد ان هو يخسر ده ضغط عصبي شديد جدا عليه. صح، وخصوصا عنده مباريات مؤجله، لان هو تحتك ببنط. صح، في الاخر يعني لو كسب ماتشات المؤجله، احنا بنتكلم لو كل الفرق كسبت ماتشاتها وفضل المتبقى على الماتش الاخير، فده عامل نفسي بيضغط على اللعيب بشكل غير عادي، غير ما تبقى انت متفوق، غير ما بتبقى تحت. صح، بتبقى تحت بتبقى في قلق اكتر، في خوف اكتر، فده بيأثر على مستوى اللعيبه يعني. بتشوف ازاي مستويات بعض لاعبي النادي الاهلي؟ وبمناسبه طبعا اللقطه اللي قدامنا دي، هدف حسين الشحات الاول في مرمى ام بي، رايك ايه في حسين الشحات والضغوطات اللي بيتعرض ليها وبدايه عودته للمستوى مع انت راي حضرتك ايه وجهه نظرك يعني؟ والله انا بشفق عليه. بتشفق عليه؟ ليه بقى؟ لان لو احنا جينا بصينا امير، حسين الشحات قبل ما يسافر الامارات كان هداف الدوري. فعلا، وما كانش في اتنين يختلفوا على طبعاً المستوى الفني والخططي والبدني يعني. لما راح الامارات راجل يعني كان مشرف برضو المصريين في احدى الدول العربيه، محترف من المحترفين المتفوقين. الظروف اللي جه فيها خد افضل محترف في الدوري الاماراتي يعني. ولعب كاس عالم انديه واحنا شفنا واتفرجنا كلنا طبعا، وظهر بمستوى رائع. الظروف اللي جه فيها في النادي الاهلي ظروف جديده بالنسبه له يعني. انا بقول دايما اللعيب اللي ما اترباش في النادي الاهلي من صغره لما بيجي وهو كبير بيبقى الموضوع صعب، زي ما احنا جينا برضو من المانيا وانا جيت من المانيا برضو الموضوع كان بيبقى في الاول صعب. صعب جدا يعني، مش سهل يعني. طبعا، انك مطالب كل حتى ماتش، حتى لو انت جاي من اوروبا النادي الاهلي الموضوع صعب. انك مطالب كل مباراه 3 بونت، ما ينفعش بونت. صح، ما ينفعش تسيب 3 بونت. حتى انت لو يعني بقى احنا كنا بنتكلم على الاداء، حتى انت لو مكسر الدنيا في الملعب باللغه بالبلدي كده يعني، لو مقطع الفرقه اللي قدامك ما يفرقش معانا غير الثلاثه بونت. فالعمليه في ضغط عصبي كبير على اللعيبه. طبعا الاصابات الكتير والاختلاف برضو، التغييرات اللي حصلت وبتاع،
ده كله أثر على حسين نفسيا. الناس بصت لحسين بالمبلغ، انت ما بتبصلوش على المبلغ، ما هي الاسعار بقت كده فعلا. احنا الدوري عندنا وصل الاسعار بقت كده خلاص. صح. ما تقوليش بقى هو جيب مش عارف بكام ومتدفع في قد ايه، ده ما عملش. لا، حسين لعيب كويس، لعيب محترم، وفي ماتشات كتير بينزل بيبقى او بيبدا بيبقى حاجه كويسه جدا. الماتش اللي فات عمل، انا بصراحه كنت سعيد جدا الماتش اللي فات لما هو جاب الجون. كنت انا قبلها بيومين كنت قابلت احمد الشيخ بالصدفه يعني. فانا بقول له يعني حسين صعبان عليا باللي بيحصل فيه من الضغط اللي عليه، الضغط العصبي. ده كلام ما بينك انت واحمد الشيخ؟ يعني كده بالصدفه قابلته بالصدفه، فكان الحوار كده يعني. يعني كلنا عارفين ان هو لعيب كويس ولعيب محترم، هو بس ربنا يكرمه وياخد، يبقى عنده ثقه في نفسه. اهم حاجه الثقه في النفس دي مهمه جدا، دي اللي هترجعك. صح. لان المدرب في اي وقت هيجي يحطك في الملعب ويزقك، خلاص انت انزل بقى، دي انت وشطارتك في قلب الملعب. فهو لازم الثقه دي ترجع له، لازم يعرف ان احنا نثق فيه كويس جدا، وهو عنده امكانيات كبيره. وانا اقول لك يا امير من دلوقتي ان شاء الله ناخد الدوري الموسم ده ان شاء الله. حسين الشحات هيعمل طفره في فرقه النادي الاهلي الموسم الجاي ان شاء الله. الموسم الجاي باذن الله. متوقع اداء مغير تماما لحسين الشحات ان شاء الله. ان شاء الله. لكن امبارح او اول امبارح بتحديد مباراه ام بي دي ممكن تكون البدايه لحسين الشحات من وجهه نظرك؟ اتمنى طبعا ان هو يفضل على المنوال ده او الشكل ده، ان هو لان في وقت من الاوقات صح المدرب له دور كبير في العامل النفسي، ان هو يتكلم معاك وكده. لكن زي ما قلت لك احنا عندنا ضغوطات كبيره جدا في النادي، لازم انت بقى تعالج نفسك بنفسك. يعني انت تشحن نفسك كويس، ده مستقبلك، بتتحمل عبء كبير جدا وحمل كبير. جمهور النادي الاهلي مش قليل، النادي الاهلي مش قليل. صح. اتعودت خلاص، انت ما بقتش غريب بقى خلاص يعني، ان شاء الله هتكمل حياتك في المكان ده، فخلاص انت اتعودت. دلوقتي المطلوب منك انك تأدي وتوصل للمستوى اللي الناس مستنينه منك. فعلا. في بعض بيقول ان حسين الشحات افضل له ان هو يكون باك يمين، وحضرتك طبعا نجم كبير جدا في هذا المركز، واكيد تابعته ايام ما كان بيلعب في مصر المقاصه باك يمين. هو لعب في الحقيقه مع مصر المقاصه في كل المراكز تقريبا يعني. شايف ان ده ممكن يكون اختيار مناسب لحسين ان هو يلعب باك رايت من وجهه نظر؟ انا شايف ان الراجل يمكن الحته اللي اديته الشو الاعلامي او التصيطه زي ما احنا بنقول، لما كان بيلعب قدام على الاطراف سواء يمين او شمال، وفي الاخر كان بيلعب يمكن في مصر المقاصه كان بيلعب ناحيه الشمال، ما كانش بيلعب في ناحيه اليمين. بس هو بيفضل ناحيه اليمين قبل ما يسافر. ده اللي انا شفت له كم اكثر من جون في الفتره الاخيره لما كان بيلعب في المقاصه من ناحيه الشمال. وكان ماشي بشكل كويس في ماتش من ماتشات جاب اربع تجوان او ثلاث تجوان على ما اتذكر كده في الدوري اللي قبل ما يسافر. وكان معظمهم من ناحيه الشمال يعني. حته اليمين لو احتاجناه، لكن انت عندك دلوقتي ما شاء الله احمد فتحي طبعا. يعني ما فيش يعني مش محتاج مش محتاج ان انا اتكلم على احمد فتحي يعني. اكثر باك رايت في مصر تاريخا فعلا فعلا يعني. مع احترام طبعا للكابتن ابراهيم حسن اخونا الكبير واستاذنا وكل شيء، وتعلمنا منه كتير. لكن لما تيجي تحسبها كده بطولات وحاجات، احمد فتحي احمد فتحي وبعد كده يجي الكابتن ابراهيم حسن. ودي حاجه ما تزعلش حد يعني. احنا دايما كنا نقول الكابتن ابراهيم حسن لانه لعيب كاس عالم، بتتكلم عن لكن الارقام هي اللي بتتكلم. وانت عندك مصنف عندك خلي بالك من ضمن، مش قلنا كده والله خلاص يعني من زمان كلنا كنا بنتفرج على كوره، وحضراتكم اكيد بتتفرج على كوره عارفين باك رايت الاساسي منتخب مصر والنادي الاهلي بعد ما رجع كان كابتن ياسر رضوان، وكاس امم افريقيا 98 كمان تالق في بشكل كبير جدا، وشاركت في 96 96 و2000 و2002 كمان. وعندك طبعا محمد هاني ما شاء الله يعني، كان ماشي بشكل كويس جدا لولا طبعا الاصابه اللي حصلت الخفيفه اللي حصلت دي هي اللي عطلته شويه. لكن الحمد لله المكان ده بنقول احنا عمران يعني. في باسم علي، باسم علي لما لعب كان كويس جدا يعني. الحمد لله مش محتاجين ان احنا نرجع واحد زي حسين بامكانياته ونحطه الا ظروف ماتش مثلا، الا ظروف مباراه زي ما حصل مثلا في المباراه اللي قبل الاخيره بتاعت سموح. ان هو رجع باك رايت، مع ان انا كنت شايف من وجهه نظري الشخصيه يعني، ده طبعا بترجع في الاول والاخر للمدير الفني. لكن انا كنت شايف ان احمد فتحي في المباراه دي كان مأدي بشكل كويس، صوب اكتر من تصوبه ناحيه الجول، عمل كام اوفر كويس. يمكن التبديله دي كانت تحصل في الماتش الثاني مش بتاع ام بي. لكن طبعا دي وجهه نظر مدير الفني، وهو في الاخر عارف هو ممكن يكون كان توقيت مباراه سموحه عايز يعمل كثافه شويه يعني، ممكن قدرات حسين الشحات الهجوميه اعلى شويه من احمد فتحي، فكان يمكن ده تفكيره يعني. ممكن طبعا يعني.
لكن عامه هو انا شايف ان حسين في الحته اللي قدام بيجيد فيها، عنده سرعات، مهاري، بيقدر يحط يحرز اهداف، عنده سوء توفيق صحيح على المرمى الفتره الاخيره برضو، عشان الناس ايه تقول لك لا هو ما بيعرفش يجيب جول، لا هو بيعرف يجيب جول، دليل انه كان هداف الدوري هداف الدوري يا جماعه، وجايب اهداف كتير ما كمان في الامارات مع العين الاماراتي. لكن في سوء توفيق، في سوء توفيق، في سوء حظ، في سوء حظ. هو هيعمل هيشتغل على نفسه وهيعمل عليها، وان شاء الله الفتره الجايه تبقى احسن يعني. شايف ان سوء التوفيق ده لازم لعيبه كتير جدا في النادي الاهلي مش حسين بس. طبعا ازارو يعني، ازارو صح، هداف الدوري السنه اللي فاتت، النهارده السنه دي والله ظاهره غريبه جدا لما لعيب بحجم ازارو وبامكانياته التهديفيه بدليل طبعا. طب خلينا بس نتكلم على الجون ده الاول، فاكره؟ طبعا ده كان منتخب ايه؟ زامبيا. كان جون حلو قوي بصراحه. كان جون حلو قوي. ده كان في الدور كام؟ كان دور ولا لسه مجموعات؟ لا ده كان المجموعات، مجموعات صح؟ كانت بطولة غالية قوي البطولة دي في الحقيقة. طبعا اصل احنا كنا رايحين يعني زي شبه محطمين من كل حاجة، اعلاميا وكل حاجة وجماهيريا كل حاجة يعني. وبعدين يمكن اللي ساعدنا في الموضوع ده طبعا ربنا سبحانه وتعالى الاول، وبعد كده الكابتن جوهري، واللعيبة الموجودة معانا الخبرات، الكابتن حسام والكابتن هاني، الناس دي ساعدتنا كتير وبقت تتكلم معانا كتير. و يمكن كابتن ابراهيم، كابتن حسام دايما يقول احنا خدنا بطوله امم ولعبنا كاس عالم، انتوا عملتوا ايه؟ احنا كلنا كنا صغيرين ساعتها يعني، برضو طبعا يعني ما كناش لسه. فالكلمه دي كان لها تاثير كبير جدا. صحيح احنا عملنا ايه؟ ما عملناش حاجه، ما خدناش بطوله لبلدنا يعني. فبصراحه كانت دافع علينا كويس، وهم بصراحه كانوا بيتكلموا معانا كتير، والحمد لله ان التوفيق كان حالفنا فيها يعني. كنت واخد انت الخط كله، ها كنت بتلعبوا 3-5-2، فطبيعي جدا ان انت بتاخد الخط كله، المجهود كان اكبر. لا طبعا احنا يعني بصراحه كنا موفقين طبعا، وشغل الكابتن جوهري رحمه الله عليه كان كان فارق معانا كتير بصراحه. والحمد لله على البطوله يعني، كانت اول بطوله لمصر من بره يعني. طيب نرجع للجزئيه اللي كنا بنتكلم فيها فيما يتعلق بوليد ازار والموسم اللي فات، وهي دي ظاهره زي ما كنت بقول لحضرتك ان هو كان هداف الدوري 18 هدف، واكثر لعيب اجنبي جاب اهداف في موسم واحد لنادي مصري هو وليد ازار. التغير بالنسبه لوليد يبقى لعيب مميز ولعيب مهم جدا ومؤثر جدا في خط هجوم النادي الاهلي، لكن التوفيق وعدم التوفيق في احراز الاهداف بالنسبه لوليد ازار وده اللي بيلازمه هذا الموسم، من وجهه نظرك ايه تفسيره؟ بص ما ننساش برضو امير ان هو اتصاب فتره طويله، اتصاب فتره طويله، والاصابه دي يعني خليته فقد حاجات كتير. انت عارف في نقول احنا ايه لياقه المباريات دي غير التمرين خالص، دي هترجع لان هو بطبعه هداف، والا ما كانش كان خد هداف الموسم اللي فات. صح، وكان هداف فريق الدفاع الحسني الجديد في المغرب يعني. فدي عمليه سوء توفيق اكيد هيرجع ليها تاني. مش عايزين بقى ايه النغمه اللي شغاله ده لازم يمشي، ما فيش حاجه اسمها لازم منطقي. يمشي انت راجل بالحجم ده، فرود محترم بيلعب منتخب بلده، هداف الموسم اللي فات، عمليه سوء توفيق، اصابه حرمته كتير من ان هو ينافس على هداف الدوري. مش معناه كده ان هو بقى سيء، لا يا جماعه احنا بنقص بالقطعه بقى، لو نقص بالقطعه بقى هنمشي كل يوم واحد. صح لا احنا عايزين نبقى يعني ايه، خاصه جمهور النادي الاهلي جمهور متفتح، بيفهم كويس قوي، بيساند الفرقه بشكل محترم. لازم نحافظ على لعبتنا، لازم ندعمها لاخر لحظه. بعد كده القرارات دي مش بتاعت الناس اللي بتتفرج، او مع احترامي اليوم القرارات دي بتاعت لجنه كوره ومدير فني ومجلس اداره، الناس اللي هي حاسه بالوضع ايه. ان مش سهل انك تجيب لعيب دلوقتي كويس، فعمليا مش سهله زي زمان. انك اللعيب دلوقتي كله بس على اوروبا، مع يعني صعب ان ايه حتى الافارقه اللي انت بتحاول تجيبه اول طموح ليه اوروبا، ما عادش مثلا منطق. كانت الاول مصر، منطقي كان الاول مصر بالنسبه له دي اوروبا، ان هو يجي يحترف في مصر دي حاجه كبيره. دلوقتي لا، كله بيفكر في اوروبا، وبعدين اوروبا كمان بقى في تواصل غير عادي امير، مباشر، ان هو بياخد لعيبه وهي صغيره. صح، فما عادش سايب اللعيبه اللي هي المميزه قوي اللي احنا كنا بنتفرج عليها زمان يعني. فاحنا عايزين نقول طبعا موضوع ازارو ده، يا جماعه ازارو فيرويد كويس، قدم مجهود كبير جدا الموسم اللي فات ولا زال بيقدم المجهود ده، لازم نصبر عليه. حته التوفيق دي هتيجي من كتر المباريات اكيد يعني، ده ما فيش شك. مش معنى ان اصرار مستر لاسارتي عليه ان هو اللي بيبدا
بمعنى الناس اللي بره دي اقل منه، لا بالعكس الناس لعيبه كويسه جدا، لكن الراجل عايز يرجع له الثقه لان ده هيفرق معانا كتير جدا في الفتره اللي جايه. اتكلمنا على ازارو، لازم نتكلم على مروان محسن، لان مروان برده من اللاعبين اللي واجهوا انتقادات لفتره من الفترات بشكل كبير جدا. واللي عاجبني قوي بصراحه يعني في مروان الفتره دي ان اي وقت بيطلب منه ان هو يشارك بيتالق، حتى لو في اخر 10 دقائق زي المباراه الاخيره امام انبي قدر ان هو يحرز هدف جميل كمان، مش هدف وخلاص، حاطط جون حلو قوي قوي قوي. رايك ايه في مروان محسن؟ بص، مروان لعيب كبير من ايام ما كان في بتروجيت والاسماعيلي، والفتره اللي خرج فيها احترف فيها في البرتغال ورجع. انا كنت اتمنى دايما اقول ايه، احنا محتاجين فيرويد زي ده في النادي الاهلي، محتاجين فيرويد زي ده. قلب روح قوي سريع بيعرف يجيب جون، محطه، عنده كل المميزات بتاعه المكان اللي هو راس الحربه. وزي ما انت قلت، كل ما بيطلب منه ان هو ينزل بينزل يغير مجريات المباراه، بيغير فعلا، حتى لو ما احرص بيعمل، لو ما عملش بيبقى بيخلي لك شكل في الحته اللي طبعا بيخلي لك شكل في الحته الهجوميه فعلا. دايما النادي الاهلي لما بيجيب لعيبه امير بيدور على الشخصيه والثبات الانفعالي داخل الملعب. هو عنده كاريزما مع احنا قلنا قبل كده ان حصل له موجه كده ضغط غير عادي، صح. الناس هجمته بشكل فظيع، بس بعد كده هو اثبت للناس ان هو لا بديل عنه، يعني ان هو كفء. شايف ان الحاله دي مماثله لوليد ازارو، ان مروان محسن قبل الاصابه بالرباط الصليبي مع منتخب في بطوله الامم الافريقيه 2017 جاله او كان بيتالق بشكل كبير جدا، قعد موسم كامل بعد كده لما رجع شارك في المباريات ما كانش بالمستوى اللي الناس متوقعه انه يعود، وده طبيعي بعد الرباط الصليبي، لكن مؤخرا بنشوف مروان صبحي مؤثر. هل الحاله دي ممكن تنطبق على وليد ازارو، انه بعد غيابه لفتره كبيره من المباريات عشان الاصابه بيعود تدريجيا لمستواه؟ ده ممكن ينطبق على وليد؟ ده على مش على وليد بس، على كل الناس، ده على كل الناس، على كل لعيبه الكوره، ده عرف في الكوره يعني. خصوصا ما فيش واحد هيرجع من الاصابه سنه ولا اربع شهور ولا ثلاث شهور ويرجع زي يعني يقدم نفس المستوى اللي نهى بيه. مش منطقي يعني، ازاي؟ قول لي ازاي؟ هتبقى صعبه. فاحنا عايزين نصبر على وليد ان شاء الله، يعني الفتره اللي جايه هيبقى حاجه كويسه جدا. مروان فرود محترم، اتمنى ان اشوفه برده في منتخب مصر ان شاء الله، عشان برده الناس برده تبقى فاهمه هيبقى موجود. ما انا مش هاخد، ما انت لو شفت مفيش الدوري معظم الفراوده كلهم اجانب يعني. فعلا يعني هتجيب مين طيب؟ فانت ما عندكش غير مروان خبره، في احمد حسن كفر طبعا في تفكير كبير جدا في ان هو ينضم. مع احترامي لاي حد بصراحه، لو اتكلمنا على احمد فترات كتير في المنتخب لكن ما اداش المردود المطلوب منه. لكن مروان لما بيبقى موجود في المنتخب بتحس ان انت عندك تقل في الحته اللي قدام. وفي مجموعه طبعا، في مصطفى وفي خالد قمر وفي احمد علي. احمد علي الناس دي، الناس دي من حقها انها تبقى موجوده في منتخب مصر، لكن طبعا وجهه الجهاز الفني. لو انت مكان منتخب مصر او جهاز فني منتخب مصر، تاخد احمد علي؟ اخد احمد علي حتى لو عنده 33 سنه بدون نقاش، من غير تفكير، ملهاش علاقه. ميلا كان عنده كام سنه وهو بيلعب كاس العالم؟ ما السن ده مش مقياس. احمد علي عامل ايه في الدوري السنه دي؟ ما شاء الله، ده في الدوري 18 دلوقتي ولا 19 يا جماعه؟ 18 وكمان الاداء يعني، ما انت ممكن واحد يبقى مريح في ال 18 وكل ما تجيله يحطها بالخبره يعني. لكن شوف المجهود اللي بيبذله، شوف الجري والضغط يعني ده نفس الشكل بتاع مروان، يعني نفس طريقه الاداء في الملعب، حته القوه والضغط والتخبيط وازاي يعرف يجيب جون، موجوده السمتين عند الاثنين لعيبه، وعنده مصطفى محمد بصراحه يعني لعيب كويس. طبعا. عايز اتكلم برضو عن النادي الاهلي ومستر لاسارتي، وازاي بتقيم فترته حتى الان مع النادي الاهلي من وجهه نظرك ومتابعتك للمباريات للنادي الاهلي سواء الاخيره او ما سبقها من مباريات يعني. بص، هو في فترات طبعا يمكن احنا ما كناش مبسوطين، لكن في الاخر اللي بيحكمك الظروف اللي حواليك. الظروف يعني انا هو الراجل ما تقدرش يعني اقيمه لما يكون انت بتديله مثلا انا باجي اشتري منك الترابيزه دي واديتهالي سليمه زي ما هي كده، غير ما بتديني الترابيزه دي وتقول لي بس معلش بعمل الحته دي اصل مكسوره، اصل الحته دي معوجه، مش صعب. الراجل ما احنا لسه بنقول ما تجمعش القايمه بتاعت ال 25 لعيب المسجلين معاه، ما اتجمعتش ولا مره في اكتر من 10 شهور، داخلين في 10 شهور ما اتجمعتش ولا مره معاه في الملعب. صح، الله يكون في عونه يعني. طبعا انك تقيمه، هو لا هو ما بقالوش 10 شهور، لكن فعلا قائمه النادي الاهلي بقى لها اكتر من 10 شهور بالظبط يعني.
اللي انا عايز اقوله ايه بالنتائج، لا هو نتائج كنتائج محترمه بصرف النظر عن البطوله مثلا، ارقام احنا يعني بنتكلم كارقام، بتكلم ارقام في الدوري. الدوري هو ماشي بشكل كويس، الراجل كان تحت مش عارف ال 15 ولا كام، وبقى الاول قبل الموسم ما ينتهي بثلاث مباريات او اربع مباريات. فانا شايف ان هو ماشي بشكل كويس جدا الفتره بتاعه الدوري دي او خلال الدوري. اتمنى ان احنا ما نستعجلش في اي قرارات، لازم ياخد وقته، ولازم يبقى موفر له كل السبل او الامكانيات اللي هي تقدر تخليه ينجح بشكل كويس. يبقى في تقييم منطقي. بالظبط يعني، انما النهارده انا بلعب امير، وامير لا قدر الله اتعور النهارده، قمت مدخل ياسر، ياسر ماتشين وقام تعبان مش عارف مين. انا عمري ما شفتها، طب اقيمه ازاي ده؟ هقيمه على ايه؟ لازم فتره متواصله بيلعب فيها ومع ذلك يدير فيها المباريات، ومع ذلك نجح في كل الفترات. يمكن جه فتره اللي انا بقول لك عليها الثمان مباريات في شهر واحد ده، من ضمن كان فيها مؤجلات وكان فيها ماتش في افريقيا صن داونز، كان تقريبا حوالي 15 واحد مصاب. اللي هو كان شهر فبراير صح؟ انا ما اتذكر كده يعني بالظبط 13 14 وقدر يكسب كل المباريات المؤجله ليه، ويعدي برضه بشكل كويس في الماتش اللي كان بره بتاع افريقيا. فانا اعتقد ان هو لحد الان نجح في مسيرته في الدوري. كنت متوقع عوده النادي الاهلي لصداره بطوله الدوري رغم البدايه الصعبه والظروف الصعبه والتصريحات النفسيه اللي كانت على النادي الاهلي في فتره من الفترات، كنت متوقع عوده النادي الاهلي لمكانه في الصداره؟ انا ما فقدتش الامل بصراحه. حلو. وعمر النادي الاهلي ما اتحط في الموقف ده وما طلعش منه. ما اتحطش في الموقف ده وما طلعش يعني عمره ما اتحط في الموقف ده وما طلعش منه. يعني بيطلع كل مره. بيطلع كل مره. يعني انت لو رجعنا بالتاريخ هتلاقيه برضه في سنه من السنين كان فرق 13 بونت وخدنا الدوري. فاحنا دايما بيبقى عندنا ثقه في الناس اللي موجوده واللعيبه انهم على قدر المسؤوليه وعارفين حجم المكان اللي بيبقوا موجودين فيه. خاصه امير ان دي كانت كلها مؤجلات يعني، في ضغط لكن كلها مؤجلات، مجرد انك تكسبها بترجع لمكانك الطبيعي. بس بالمناسبه المؤجلات دي مش ميزه. ما انا بقول لك يعني بالظبط يعني انت بتبقى الفريق المتصدر، هي مش الفريق حلوة طبعا. طبعا لان العامل النفسي فيها لما تلاقي المتقدم مثلا انت متاجل لك بتاع 7 8 ماتشات والزمالك الاول بفرق كبير، والاول فرق 20 بونت ولا 25 عشان انت ليك ماتشات مؤجله، ده عامل نفسي هيقع منك صح، عكس ما تمشي مباراه مباراه يعني. بالظبط يعني، لكن بنقول ان هو ايه مؤجلات، انك تكسب خلاص هتبقى معروفه، انما مش خساره مثلا، مش خسران مثلا والفرق 25 والمؤجلات قليله. فطبعا ده كان حاجه محترمه تتحسب للجهاز الفني بصراحه. انا بقول كده يعني، حتى انا طلعت مع تقريبا ميدو قبل كده وقلت دي تحسب للجهاز الفني. كويس يا جماعه، ما تضغطوش على الجهاز الفني، الجهاز الفني بيقوم بدوره وفي حدود الامكانيات المتاحه ليه. انا ما بقولش ان احنا ما عندناش امكانيات، لا احنا عندنا امكانيات ما شاء الله يعني، لكن في حدود امكانيات اللعيبه يعني والظروف اللي فيها. هو نجح. نجح. يعني اكيد نتمنى له الاستمرار في النجاح مع النادي الاهلي، حتى لو في بعض الفترات بيمر بعض العقبات والنتائج السيئه، لكن احنا زي ما بنقول وزي ما قال كابتن ياسر رضوان كده لازم بتحاسب على المجمل. استنوا اخر الموسم، استنى لما الموسم ينتهي والنادي الاهلي باذن الله يفوز ببطوله الدوري، لا قدر الله ما فاز ببطوله الدوري اكيد هيكون في تقييم، هيكون في رؤيه لوضع الجهاز الفني واللاعبين، وده شيء طبيعي ومنطقي. لكن حتى الان الراجل ماشي بشكل كويس جدا، الجهاز الفني ماشي بشكل كويس جدا، ووجب المسانده من جمهور النادي الاهلي اللي عارف متأكد جدا ان مساندته هتكون مهمه جدا نحو تحقيق النادي الاهلي لبطوله الدوري. طيب كابتن ياسر، احنا خلصنا 3 ماتشات النادي الاهلي في بطوله الدوري، من وجهه نظرك لو سالتك مين نجم الموسم في النادي الاهلي كلاعب تختار مين؟ هو في حد لعب اكتر من 3 ماتشات؟ والله عندك حق، لكن عامه يعني لو اتكلمنا كده عن الموسم كله، افريقيا بالدوري بكله يعني، انا بحس وليد سليمان وجوده في الملعب، وليد سليمان لا بديل عنه بصراحه. يعني هو حتى الفتره اللي بيغيب فيها بتحس ان في حاجه غايبه عن النادي الاهلي، عن فريق النادي الاهلي، عن اداء النادي الاهلي. صح. مجرد ما بينزل 20 دقيقه في الفتره الاخيره بتحس بالنادي الاهلي بتاع زمان. حلو. الروح والحماس والاصرار على المكسب، وان انا يعني هجيب جون هجيب جون. سيبك من التخاريف بقى، سوري يعني، مع احترام للناس كلها، اللي هو يقول لك ايه تحكيم ومدينا 7 دقائق ومدينا 10، دي دايما بتبقى شماعه، احنا متعودين عليها في مصر هنا. جون جيب ايده، لا طبعا جون جه طبيعي من كره طبيعيه جدا، مين اللي ضيع الوقت، انا ولا الخصم؟ الراجل قاعد ربع ساعه في قلب الشبكه، طب هنعمل له ايه؟ الحكم ما يديش وقت ضايع؟
ولا هي حلوه ليكم ووحشه لينا. ما خلينا صراحه يعني يا جماعه اتكلم في الطبيعي، اشمعنى احنا اللي بنتكلم في الوقت الضايع؟ ما في ماتش قريب في اوروبا اتحسب له 7 دقايق ولا 8 دقايق، عمرنا ما شفناه. طلع الفرقه الثانيه ده اتحسب 7 دقايق ولا عشان بيجي فيها جون. احنا بتوع الدقيقه يا عم احنا بتوع الدقيقه 97 مش الدقيقه 90. دي اللي على القتال والروح اللي موجوده في الملعب، على الاصرار على المكسب للاعيبه، ده تحسب للاعيبه والجهاز الفني. وبعدين هو مش اول مره النادي الاهلي يجيب جون في الدقيقه 90 ولا بعد ال 90، يعني لازم تسال ده لازم بقى كل واحد يسال نفسه، هي دي جديده ولا قديمه؟ صح. يعني حتى وهو كسبان ماتش انبي 1-0 من بدري جاب جون بقى في الدقيقه 90. انت لما بتيجي تتناقش مع احد المشجعين للانديه الثانيه يعني من فتره كده بلاش السنه دي والسنه اللي فاتت، لان كان الناس ما عادش بتشجع كوره للكوره، في حاجات تانية كده يعني لا 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 النقطه دي لا يعني مش بتشجع كوره للكوره. يعني الاول كانت الناس بتروح تستمتع بالكوره وبتحب فرقها وما فيش غلط وما فيش ما تدخلش دي في دي عشان مصالح ولا عشان مش عارف. تمام فهمت. ولا سياسه ولا كلام، لا كانت كوره بس كوره. كان يقول لك فرقه نادي الاهلي ما بتلعبش كوره كويسه بس الحماس والروح. يعني الكلام ده موجود من زمان مش النهارده. الحماس والروح والقتال ده موجود من زمان. طب اشمعنى النهارده بقى ده مش عارف ايه؟ هي موجوده يا جماعه. هو بس اكيد من شده المنافسه وتفوق النادي الاهلي، ودايما الجون اللي بيجي في الاخر ده بيبقى صعب على المنافسين شويه، يعني بيبقى حاجه محبطه يعني ليهم اكيد. فطبيعي انه بيكون في تصريحات دي، لكن دايما لازم تقولوا تصريحات منطقيه. لما واحد يكون واقع في الملعب في اول دقيقتين في الوقت الضايع، مش طبيعي ان الحكم يضيفهم يعني، ولا الدقيقتين دول ما بيتحسبوش؟ لا، ما هو لازم يضافوا، مش للنادي الاهلي، لاي نادي. انت دلوقتي اتحسب 7 دقائق وقت بدل 7 دقائق وقت بدل ضايع، واحد وقع في اول دقيقه مثلا او حاجه وما اعرفش وقع مثلا قد ايه، طب ما هو طبيعي ان انت تضيف الدقائق دي، ده شيء طبيعي جدا يعني. فما اعرفش الناس في الحقيقه بتعلق على الموضوع ده ازاي، لكن هو دايما من سبب المنافسه وقوه المنافسه النادي الاهلي ان هو اللي طبعا ماتش الزمالك الاخير اللي كان في التصفيات في الكونفدراليه مطرود منهم جنش مطرود، والحكم حسب وقت ضايع قد ايه؟ فوق ال7 دقائق. ما اتفرجتش على الماتش الحقيقه. انا اتفرجت عليه 7 دقائق اكتر. اكتر من 7 دقائق. ماتش الزمالك والمصري كمان في الدوري اعتقد الزمالك كان مغلوب. مش عايزين نروح للحاجات التافهه ونتكلم فيها. انت اتكلم على اصرار، اتكلم على عزيمه. لما اجي انا ماسك فرقه وبتكلم احط النادي الاهلي مثال ليا، شوف الروح، شوف العزيمه، شوف الاصرار. الناس بتقاتل لاخر دقيقه عشان تكسب، احنا عايزين نبقى زيهم. انما ما اقولش ايه شفت الفرقه بتاعت النادي الاهلي ده بتكسب عشان مش عارف ايه، عشان اتحسب لها وقت ضايع. طب ليه ما تاخدش الجانب الايجابي؟ ما احنا عايزين بقى احنا في كل حاجه بس مش في الكوره. صح. عايزين ناخد الجانب الايجابي ونشتغل عليه، بلاش السلبي ده، خلاص السلبي ده الغيه من حياتك يعني عشان تنجح يعني. نظريه المؤامره دايما بتبقى غالبه على البعض يعني، التفكير لازم بيفكروا بالطريقه دي. طب نروح فاصل؟ اتفضل. نروح فاصل ونرجع نواصل هذا الحوار الممتع في الحقيقه مع الكابتن الكبير كابتن ياسر رضوان بعد فاصل. النجوم والداخليه نزلوا خلاص رسميا وهبطوا من بطوله الدوري الممتاز للممتاز به. مين تتوقع من خلال متابعتك للفريق الثالث اللي يهبط معاهم في ظل تواجد عدد كبير الحقيقه من الانديه اللي بتنافس على البقاء؟ يعني بدايه من طلائع الجيش، خلاص اسماعيلي عدى، بدايه من طلائع الجيش المركز الثامن لحد المركز ال 16 بتروجيت، النقاط فرق اصلا ما بين الثامن وال 16 ثلاث نقط. شايف مين من كل الفرق دي ممكن يهبط للدرجه الثانيه؟ والله بص يا امير الموضوع صعب جدا يعني، خاصه زي ما انت قلت كده من الثامن لحد ال 16 ثمان فرق بنفسهم على البقاء. واحد على البقاء. واحد بس اللي ينزل منه، واحد من ثمانية. مين هو؟ يمكن انا في اعتقادي يعني لو بصيت للاسبوع اللي جاي في ماتشين صعبين جدا. مين ممكن يحددوا؟ عندك سموحه وبتروجيت. هيبقى ماتش جامد ده ماتش صعب جدا، اللي يكسب ممكن يعدي خلاص يعني. طبعا. وعندك وادي دجله والحرس الحدود. نفس الظروف يعني، نفس التشابه يعني. فالموضوع صعب بالنسبه لهم طبعا. انبي استبعد يعني ان هي ممكن تهبط يعني. انبي في المركز التاسع، بس رغم كده الفرق ما بينهم وبين بتروجيت اللي في مركز 16 نقطتين بس. نقطتين يعني، بس يعني ايه، هم متماسكين وخاصه في الفتره الاخيره بداوا يظهروا بشكل كويس يعني. عندك وادي دجله اكتر فرقه لعب الكوره السنه دي ومن افضل فرق لعب الكوره، لكن برضو مهدده بشكل كبير. عندك الغريبه بقى الانتاج الحربي. الانتاج الحربي بادي موسم كويس قوي، بعد كده دلوقتي بينافس على البقاء يعني حاجه
ده فضل اكثر من اسبوع يعني مش مثلا اسبوعين ولا ثلاثه، لا ده قعد فتره طويله متصدر وبينافس في المراكز الثلاثه الاولانيين، وبعد كده بتشوفه النهارده في المركز ال11 فرق بقى الاتحاد السكندري دي طبعا صعبه جدا. انا بكلمك على الفرق طبعا اللي لها اسم سموحه بقى لها فتره طويله، بتروجيت. الفرق دي لو اختفت من الدوري ايه اللي ممكن يحصل؟ يعني اللي ممكن الناس تزعل على الفرق دي لو هبطت الدرجه الثانيه اعتقد وادي دجله. انا بقول لك لان هي فرقه من احسن فرقه لعبت كره السنه فعلا فعلا بصراحه، الواحد بيتفرج عليهم وبيتمتع يعني. مفيش اي يعني تحس ان اللعبه دي في تقسيمه مش في مباراه رسميه. توقعك مين اللي ينزل؟ والله الموضوع صعب يا امين، يعني صعب. انت بتقول لي من 8 ل 16 8 فرق عايز منهم واحده. صعبه تتوقع. لا هي صعبه، بس هي زي ما قلت لك سموحه وبتروجيت، الماتش ده هيبقى فاصل كبير جدا الا حصل تعادل. وادي دجله و تبقى مشكله اكبر لو حصل تعادل. طبعا وادي دجله وحرس الحدود برضو ماتش صعب. لكن بقيه الماتشات ممكن تعدي يعني. شايف بطوله الدوري السنه دي بطوله كويسه من الناحيه الفنيه ولا وجهه نظر؟ من الناحيه الفنيه والمنافسه كمان بصراحه يعني شايفها كويسه. اول مره تلاقي منافس ثالث للنادي الاهلي والزمالك لحد الاسابيع الاخيره. بيراميدز كان الاول في ناس بتبقى بتنافس بس دايما تنافس من بعيد. انا الثالث بس فرق مثلا بتاع 20 ولا 25 بونت، ده كان بيبقى صعب قوي. يمكن هو الفتره اللي فاتت دي كان في منافسه شديده طبعا قبل النادي الاهلي يرجع للوضع الطبيعي يعني. كان في منافسه شديده بين بيراميدز والزمالك على المركز الاول والثاني. تمام. لكن اتحسمت في الاسابيع الاخيره الحمد لله، احنا رجعنا اول والزمالك رجع الثاني وبيراميدز كل واحد رجع لمكانه الطبيعي يعني. الفرقه اللي لفتت نظرك بخلاف وادي دجله يعني، مين الفرقه شايف ان الفرقه دي عملت موسم كويس في المجمل يعني؟ هي فرقه بس هبطت الصراحه. مين؟ نجوم النجوم والله فعلا؟ من عملت ماتشات كويسه قوي، سواء بقى مع المدرب الاجنبي اللي كان موجود الاولاني او بعد كده الناس اللي تولت المهمه الكابتن احمد سامي برضو. كانت بتلعب كره هجوميه. ويمكن دي سبب اللي هي الظروف اللي اتحطت فيها. هي مجموعه لعيبه صغيره، يمكن فيهم محمود فتح الله بس وصلاح، هم الاثنين اللي كانوا خبره، لكن اللعيبه كلها صغيره، معظمهم 97 و96 كان بيأدوا بشكل محترم. لكن طبعا قلة الخبرة بالمناسبة يعني في لعيب في النجوم بدون ذكر اسمه النادي الأهلي مهتم بيه يعني، حاجة كده في النص بقولها لكم يعني، في لعيب من اللي موجودين في فريق النجوم النادي الأهلي والجهاز الفني مهتم بيه ومعجبين بهذا اللاعب. كمل يا كابتن. أفتح لك السر؟ مش مهم. لا معلش. ده هم عندهم مجموعه لعيبه كويسه فعلا يعني. انا مسكت النجوم السنه اللي قبل ما يصعدوا مع الكابتن صلاح فيه. ونفس مجموعه اللعيبه بالاضافه للناس اللي هي جت جديده زي فتح الله وصلاح امين واثنين ثلاثه كمان يعني. المجموعه دي مع بعض من زمن حافظين بعض فعلا، وهم لعيبه الكوره وهيروحوا نادي تاني بعد ما هبط النجوم. هم يعني انت فاهم. فانا شايف ان الفرقه دي اتظلمت في او ظلمت نفسها، لان هم في الاول لازم تعمل حساب للفرق الكبيره اللي انت بتلعبها. ما ينفعش ان انا اغامر في المباراه، لازم الاول ابقى عارف انا عايز ايه من كل مباراه. ما ينفعش انزل العب مفتوح مع اهلي مع زمالك مع اسماعيلي كله شبه بعضه، لا ما ينفعش. لازم تحترم المنافس عشان تقدر تاخد اللي انت عايزه منه. بالظبط. طيب بتشوف ازاي مشكله تغيير المدربين بشكل مستمر في بطوله الدوري؟ لا ومش كمان تغيير المدربين بتغيرهم وتجيب حد جديد، لا ده انت في مدرب يكون موجود النهارده في نادي معين بكره في نادي تاني في نفس الموسم وبعد بكره في نادي تالت في نفس الموسم برضه، ومش مدرب واحد لا اكتر من مدرب. شايف ازاي الظاهره دي وحلها ايه كمان يعني؟ والله انت جيت على الجرح. اكيد انت واحد من المدربين على فكره الواعدين يا جماعه. بالمناسبه كابتن ياسر رضوان يعني مدرب واعد جدا، لكن اكيد بيواجه هذه الازمه يعني، بتشوفها ازاي؟ بص يا امير، يعني هي الموضوع ما بقتش كافر، لازم نبقى يعني واضحين كده الاول كده. هي عدم يعني مش موضوع كفاءه، لا هي انت تعرف مين من سي من الناس عشان هو اللي هيخلص لك. للاسف انت عارف الاهلي السنه دي لعب مدرب ثلاث مرات، كابتن حسام حسن لعبه مع المصري الاول، وبعدين لعبه هو مدرب لبيراميدز، وبعد كده لعبه هو مدرب لسموحه. المشكله الاكبر بقى بقت في مجالس الادارات. تمام.
انت ازاي ما انتش عارف مصلحه فرقتك؟ ازاي لما سي واحد من الناس يقول لك خد فلان خليه، هي مش سبوبه بقى، ده كده قلبت سبوبه، مش يبقى انت كده مش خايف على نادي؟ هي بتمشي كده الامور فعلا؟ والله والشهر الكريم انا عارف والله، بس بتاكد منك ان الموضوع بقى يعني لا ملوش دعوه اولا بالكفاءه خالص. الموضوع انت تعرف مين هيزكيك فين، تعرف مين من سي من سماسره هتاخد منه كام لعيب، لو ما خدتش مش هيجيب لك حاجه. يا نهار ابيض يا نهار ابيض، هي ماشيه كده، ما عدتش انت تاريخك ايه، او انت مدرب كويس ولا مش كويس، انت شخصيتك عامله ازاي، فكرك متحضر، بتعرف تتعامل مع اللعيبه ولا لا، عندك طموح ولا لا. لا هي سبوبه بقى وبقت دايره يعني. عشان كده انت قلت ايه، هي هو ده طبعا على مستوى معين من الانديه يعني، عشان ما نتكلمش لا على طبعا على مش انا ما بقولش، انا بقول على بعض الحاجات اللي انا شفتها يعني. الحل ايه طيب عشان نخلص من الموضوع ده يعني؟ هل يعني اطرح لك حلول مثلا او حل ابرز؟ هل اتحاد الكره لازم يحط لوائح بان المدير الفني اللي يتولى تدريب فريق ما يمسكش فريق تاني في نفس الموسم، او اقصى تقدير تمسك فريق تاني وخلاص مثلا؟ ده حل. لكن انت برضو زي اللعيبه طبعا يعني، اللعيب ممكن يكون بيلعب في قبل يناير في فريق وبعد يناير بيلعب بس فريق انت تاني، كده ده برضو عادي. هل يعني نعمل الموضوع انا ده بقول لك ده ولا حل. حل. لكن هل انت كده زي العالم كله ولا مختلف؟ هو تقريبا المغرب بس اللي عامل كده، اعتقد المغرب وتونس اعتقد، لكن بقيه العالم كله احتراف. بس في ناس واعيه، في ناس بتفكر، صح، في مجالس اداره فاهم وعايز ايه وبيسال على المدرب. دلوقتي انت بتروح تسال على المدرب، بتسال على اتنين يقول لك ده كويس قوي وشخصيه محترمه ومش عارف ايه، وده على قد امكانياته ومش عارف ايه، يقوم جاي لك التليفون خد اللي عند، يقوم واخده. والله زي ما بقول لك كده، قسما بالله زي ما بقول لك كده. عارف ده الواحد يعني بيشوف حاجات غريبه في الكوره، وربنا يسهل الجميع يعني. والله يعني جزئيه مهمه في الحقيقه يعني، لازم اتحاد الكره يلاقي ليها حل مهم جدا. شايف عدد فرق الدوري مناسب؟ 18 فريق ده مناسب، ولا شايف انه ممكن يبقى اكتر من كده، 20 فريق زي ما بنشوف في اوروبا، ولا اقل من كده زي ما الدوري المصري في سنه او سنوات عديده كان 14 فريق بس في الدوري يعني؟ والله لو زودناهم 20 فرقه يبقى نعمل الموسم بسنتين ما هو عشان صح نخبصه. لا بس احنا بنتكلم لو في حاله ان الدوري هينتظم بالمعايير والحاجات اللي احنا بنشوفها بره كلها يعني، لا لو هينتظم شايف ممكن انا يبقى شايف 18 فرقه كويس. كويس لا كتير يعني ولا قليل؟ معظم دول العالم 18 فرقه، مش اقل يعني من 18. مش اقل من 18 يعني، صح. 16 بتظلم ناس كتير، وانت عندك دلوقتي الحمد لله فرق كتير جدا عندها امكانيات، الملاعب بقت كويسه قوي. انا خليني اسالك السؤال ده، عدد الفرق اللي بتنافس على البقاء كتير قوي. طب واسماء ايه؟ اسماء كبيره، حدث ولا حرج منهم يعني، كان منهم الاسماعيلي يا جماعه، الاسماعيلي نادي كبير جدا يعني. لا انت شوف ال 16 بتروجيت، 15 سموحه، حرس الحدود كان ليه شنه ورنه ليهم في الدوري باع في بطوله يعني. الدوري يعني. اتحاد السكندري كمان من الانديه الكبيره اتحاد السكندري والعظيمه. انتاج، وادي دجله، امبي، يعني اسماء كلها كبيره. كبير. وصارفين يعني، مش هقول لك لا مثلا ما بيجيبوش لعيبه بارقام، لا ده بيجيبوا لعيبه بارقام، لكن ظروفهم جت السنه دي الموسم ده كده. لكن العدد مناسب 18؟ لا انا شايف العدد مناسب جدا، لكن ما ينفعش يزيد عن كده. طيب خلينا نروح لبطوله الامم الافريقيه في مصر ان شاء الله، وانت من احد اللاعبين اللي شاركوا في 4 بطولات مختلفه للامم الافريقيه. في البدايه كلمني ايه اللي بيميز منتخب مصر اللي انت كنت متواجد فيه في 98 عن 96 و2000 و2002، واللي ادى لفوز المنتخب ببطوله الامم الافريقيه في هذا التوقيت يعني، وايه اللي محتاجه او السمه اللي كانت موجوده في الجيل ده بتاع 98 اللي لازم تتوافر في الجيل الحالي قبل البطوله مهمه زي دي؟ اول حاجه لازم تعرف ان انت بتلعب باسم مصر. حلو. ولازم تحس بالمعنى، مش بس انك تقول انا انا بلعب باسم مصر. طب يا فرحتي انت بتعمل ايه لمصر؟ ده يمكن الميزه دي كانت موجوده عند الكابتن جوهري، بما ان هو راجل بتاع جيش وكده يعني، فكان بيخليك مصر دي بالنسبه هي روحك، وفعلا هي كانت روحنا يعني. بالفعل يعني يحسسك ان يعني كانت وما زالت وما زالت يعني الحمد لله طبعا. دي اول حاجه لازم يعرفوا ان انت بتلعب باسم مصر، بلد كبيره يحسوها يعني. يحسوها. احنا لحد الان ما يعني اول افريقيا بالبطولات، صح، 7 بطولات. 7 بطولات. لازم تحافظ على التاريخ ده. انت بقى كلاعب هتعمل ايه؟
عندنا محترفين، عندنا محترفين الحمد لله، بقى عندنا عدد كبير طبعا، عندنا لعيبه داخل مصر حدث ولا حرج، يعني لعيبه مميزه جدا فعلا، يقدروا فعلا يحسموا البطوله يعني. الاختيارات هي مشكله في الاختيارات، هي دي مشكله، وهتبقى حديث الشارع المصري في الفتره الجايه. لا انت هتشوف حاجات غريبه يوم الجاي. هتشوف حاجات غريبه في الاختيارات ولا في الكلمات؟ انا متوقع كله بصراحه يعني. كله من كل الاختيارات وفي شارع وسوشيال ميديا وكل حاجه، هتلاقي زيطه كبيره يعني بمعنى. تمام. لكن طبعا الناس تبقى عارفه ان هي بتلعب باسم مصر، وتحس بتحس بالكلام ده. عليك ضغط كبير جدا، لازم تبقى قد المسؤوليه. اي حد ينزل الملعب يعرف ان هو بيمثل كل فرد في الشعب ده، من صغيره لكبيره. مهم جدا ان احنا ان شاء الله ربنا يوفقنا وناخد البطوله. مهم الحاجات كتير جدا، مش بس الرياضه، السياسيا واقتصاديا مهمه للدوله في الحقيقه. بالظبط يعني، الناس كلها مهتمه بيها طبعا. حاجه مهمه جدا يا امير عايز اقولها برضو، ان الناس اللي هتخش، انت 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 دلوقتي بتمثل مصر، الناس اللي هتخش تتفرج على المباراه وهتشجع، اتمنى ان احنا نشوف الملاعب كلها، مش بس عشان مصر بتلعب يبقى الاستاد القاهره مقفول. لا انا عايز كل الاستادات، خش اتمتع، عايز منظر مكرر ل 2006. لازم تظهر للعالم كله مصر بلد الامن والامان، موجوده ولا زالت ان شاء الله، وستظل كمان، وستظل ان شاء الله. لكن حته بقى ان اللعيب مطلوب منه ايه، دي اكيد كل لعيب عارفها، كل لعيب خايف على اسمه وخايف على بلده. طب انا عايز اسالك سؤال مهم جدا يا كابتن ياسر. مستر اجيري اكيد عنده لاعبين كتير جدا قدام عينه وتابعهم هو وجهازه المعاون، لو انت مكانه هتلجا للاعب اللي بيلعب بشكل مستمر، ولا قد تلجا للاعب عنده خبرات بس ما بيلعبش بشكل مستمر وهيكون مفيد لمنتخب مصر؟ هي معادله صعبه، لكن انت هتفكر ازاي لو مكانه، او مطلوب من مستر اجيري يفكر ازاي من وجهه نظرك؟ بص، هي زي ما انت قلت طبعا هي معادله صعبه يعني. لكن انت ما تنساش ان في، ودي حقيقه يعني لازم نبقى نقر بها، ان في لعيب منتخب ولعيب لعيب دولي ولعيب محلي. تمام. في لعيب يقدر يلعب باسم بلده، وفي لعيب ما يقدرش يلعب حتى مهما يكون امكانياته ايه. الخبرات مطلوب، لكن مش هخلي كل الفرقه ايه، خبرات بس، خبرات بس. لا، لازم يبقى في حد تنوع يعني. بالظبط كده. خلينا نتطرق لموضوع مروان، واحد من الناس انا بقول لازم يبقى موجود في المنتخب. مين احسن منه؟ في احمد علي، في محمد مصطفى محمد، مصطفى محمد، في خالد قمر، هم دول الاربع فراوده المصريين الموجودين. صح. هتاخد مين؟ مين اكتر واحد احتكاك افريقيه؟ مروان محسن، لازم هو اللي يبقى موجود. مين تاني واحد؟ يبقى اخد بقى مثلا احمد علي مثلا، لان هو ابرز واحد في الفتره. القايمه تستحمل كم مهاجم؟ 23 لعيب، تاخد منهم كم مهاجم او تختار فيهم كم مهاجم؟ انا لازم اخد اثنين راس حربه اساسي. حلو. واخد واحد بيلعب في الخط الهجومي ده، ممكن يلعب طرف او ممكن يلعب راس حربه. ده عشان تقدر مرونه، يكون في يبقى في مرونه عندك في الملعب يعني. طيب، رؤيتك لمجموعه منتخب مصر، مع مصر معها الكونغو، اوغندا، زيمبابوي، رايك فيها ايه المجموعه دي؟ والله يعني هي متوسطه يعني، مش متوسطه. يعني مش ضعيفه، مش شايف لا، مفيش منتخب ضعيف امير. بس انا بقارنها بالمنتخبات الكبيره، انت كان ممكن يقع معاك غانا، كان ممكن يقع معاك مالي، كان ممكن يقع معاك كوديفوار، جنوب افريقيا، جزائر، كانت ممكن تبقى معاك في المجموعه يعني. كل دي اسماء اكبر من الاسماء الموجوده معاك في المجموعه. الكونغو دي البطوله اللي فاتت تقريبا او اللي قبليها وصلت لقبل نهائي او نهائي. فريق كويس طبعا، يعني منتخب فرقه كويس. مش قليله يعني. فرقه كويسه. اوغندا خرجتنا من تصفيات امم مع كابتن حسن شحاته، ما وصلناش البطوله لو انت تفتكر. كانت اوغندا ولا النيجر؟ اوغندا. اوغندا مره، اوغندا ومره النيجر، مش احنا بطولتين وصلنا لهم؟ ثلاثة. واحده كانت اوغندا معانا فيها، واحده كانت معانا فيها النيجر. اوغندا معاهم مدرب كمان. زيمبابوي بقى لها فتره طويله ما شفناهاش في امم. لكن زيمبابوي طول عمرها منتخب قوي. صح. يعني مش ضعيف. انا بقول لك يا امير ان مفيش منتخب في افريقيا بقى ضعيف دلوقتي، لان كل المنتخبات زي ما احنا قلنا في الاول خالص اللعيبه بتطلع صغيره وبتيجي على منتخباتها، فبيعود على المنتخب بعد كده. متوقع ايه المرحله اللي يوصل لها منتخب مصر في بطوله الامم الافريقيه؟ والله انا اتمنى ان شاء الله ان هم يوصلوا للنهائي وربنا يكرمنا وناخده. لكن طبعا لحد دور الثمانيه احنا شغالين. بعد دور الثمانيه بقى انت وحظك البطوله تبتدي. البطوله بالنسبه لنا احنا هتبتدي، ان هيتصفى بقى اللي هي
هيبقى الزوبة بتاع المنتخبات يعني صح. زي ما بيقولوا يعني، لكن متفائل ان المنتخب ان شاء الله هيحقق البطولة يا رب ان شاء الله. طيب اخيرا عايز اتكلم معاك في ملف اخير وهو خاص بمحمد صلاح، وانت من احد المصريين اللي مثلوا مصر خير تمثيل في اوروبا. بتقيم ازاي تجربة محمد صلاح في اوروبا؟ وهو في الحقيقة يعني مش اعتقد انه مش محتاج تقييم، لكن انت رؤيتك للعقليه والتفكير اللي قاد محمد صلاح انه يوصل لهذه المستويات والتالق وان هو يكون اسمه كبير جدا كده في اوروبا. صلاح افضل لعيب عربي وافريقي احترف في الفتره الاخيره دي، ده من وجهه نظري يعني. عقليا هو احسن واحد قدر يفكر ويتاقلم مع يفكر ويتاقلم، دي مهمه قوي. دي مهمه جدا يعني. احنا ممكن كنا ممكن نتأقلم لكن مش قادرين نفكر. انا بقول انا واحد من الناس تأقلمت لكن ما قدرتش يبقى عندي الوعي والفكر اللي موجود عند صلاح دلوقتي. وده اللي فارق مع صلاح، ان هو مصفي ذهنه، بيعرف يفكر لمستقبله كويس. طبعا هو مش لوحده، لازم الناس تبقى عارفه ان معاه مجموعه دلوقتي زي مستشارين بيخططوا له ازاي مستقبله. تجربه ناجحه بكل المقاييس. اتمنى ان شاء الله ان انا اشوفه طبعا في 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 نادي اكبر. هو يعني يقال الفتره دي انه جاله ريال مدريد او ريال مدريد بيفكره او بيتكلموا مع وكيل اعماله او في يعني كلام بطريقه او باخرى. لو انت مكانه تروح؟ لازم اروح. لازم تروح حتى لو ما ليفربول برضه فريق كبير طبعا زي ريال مدريد، بس بيتالق وبيتوهج في ليفربول. خد كام بطوله؟ ولا بطوله لحد دلوقتي. ان شاء الله ياخد الشامبيونز ليج ده حسب السؤال الجاي يعني. لكن رايك ايه؟ شايف ان هو يروح ريال مدريد؟ لازم يروح. ايه اللي ناقص صلاح دلوقتي؟ بطولات بس. هو عامل كل حاجه دلوقتي. بيتحسب من احد افضل لعيبه في العالم، من افضل لعيبه، واخد الهداف مرتين ورا بعض، هداف مرتين في انجلترا، خد هداف مرتين في انجلترا الحمد لله. اتعرف في كل حته في العالم، اتعرف زي ميسي زي كريستيانو زي انا وجهه نظري كده، هو يعتبر تالت واحد بيجي بعديهم. شايف الاجواء في ريال مدريد وفي اسبانيا تسمح لمحمد صلاح انه يتالق على نفس غرار الدوري الانجليزي؟ لما مدير فني زي زين الدين زيدان يفكر في محمد صلاح، يبقى كده هيهيئ له المناخ اللي يقدر ينجح في محمد صلاح. انت بتجيب لعيب بارقام كبيره جدا، مش هتجيبه بس عشان انت جبت صلاح يعني. انت هتجيبه عشان تقدر تستفيد منه. والناس بتخطط كده يعني. يعني هو اكيد هيبقى اختيار صعب، ان لم يكن يبدو للبعض اختيار سهل جدا ان هو ينضم لريال مدريد يعني. لكن هنشوف قرار محمد صلاح في النهايه ايه، خصوصا الانباء قويه المره دي يعني. السنه اللي فاتت كان في كلام ان ريال مدريد عايز محمد صلاح، لكن المره دي الانباء اقوى بشكل كبير. لسه مش عارفين الامور بشكل رسمي ولا لا، لكن في كلام كبير جدا عن محمد صلاح في ريال مدريد. نهائي دوري ابطال اوروبا، ليفربول، محمد صلاح وتوتنهام، توقعاتك مين اللي يفوز بالبطوله دي؟ ان شاء الله ليفربول يعني. بالنتائج ومباريات الدوري ومباريات اوروبا هم المفروض يبقى كفتهم ارجح يعني. منطقي يعني. نعم بالظبط يعني. ده كلام منطقي، لكن برضو تخاف يعني. كنت اتمنى اياكس في النهائي في مع ليفربول مش توتنهام. طبعا حته انك تلعب فرقه من نفس الدوله وكده بتعمل صعوبه شويه عليه. طبعا بيبقى ديربي يعتبر. بالظبط كده يعني. خاصه ان هم الفريقين حافظين بعض. صح. وتوتنهام معاه مدرب محترم جدا وعنده لعيبه كويسه جدا طبعا يعني. طبعا طبعا. وشفنا ده في قبل النهائي. لكن اتمنى طبعا ان شاء الله ان ليفربول تحرز البطوله يعني، وصلاح يشيل يا رب يا رب. نتمنى كل التوفيق لمحمد صلاح وليفربول بالفوز بالتشامبيونز ليج، وكمان محمد النني مع ارسنال بالفوز باليوروبا ليج. واكيد ده شيء هيكون مميز جدا للاعبين المصريين بحجم محمد صلاح ومحمد النني. كابتن ياسر نورتني وشرفتني، وكنت سعيد جدا حضرتك كنت معانا النهارده. ربنا يخليك يا امير، انا اللي كنت سعيد جدا ان انا موجود معاك وتشرفت بيك يعني. ربنا يخليك، بشكرك شكرا جزيلا. طبعا دي كانت حلقتنا النهارده من الاهلي الليله، اتكلمنا في امور كتير جدا بتخص النادي الاهلي، وتطرقنا لبعض الامور والجوانب المحليه والعالميه كمان، وكان ضيفنا العزيز طبعا الكابتن ياسر رضوان. استنونا وحلقه جديده مهمه جدا ان شاء الله باذن الله من الاهلي الليله. تصبحوا على الف خير.